أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم يا رب العالمين إلى يوم الدين. أرحب بكم شباب الصف السابع بالمرحلة المتوسطة بمدرسة التميز، ونلتقي بكم مجددا ودرس جديد من دروس مادة القرآن الكريم، وهو الدرس الثالث من سورة نوح عليه السلام. كما ترون يا شباب، سورة نوح عليه السلام مكية وآيتها 28 آية. الحين نتعرف على هذا الدرس. طبعا سورة نوح الدرس الثالث، عنوان هذا الدرس وهذه الآيات يا شباب التي معنا آيات دالة على وحدانية الله وقدرته. رقم صفحة هذا الدرس في الكتاب المدرسي 26، الآيات من 15 إلى 20. طبعا سورة نوح عليه السلام كما قلنا سابقا ونكررها مكية، يعني أنزلها الله في مكة المكرمة، آياتها 28 آية. تمهيد هذا الدرس يا شباب، بعد أن بين نوح نبي الله نوح عليه السلام لقومه قدرة الله في أنفسهم في الآيات السابقة التي استمعنا إليها من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 19، أراد نوح عليه السلام أن يوجه أنظارهم إلى قدرة الله في الكون البديع، يعني يقول لهم إن الله هو خالق السماوات والأرض، هو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات، إلى غير ذلك من هذه الآيات البديعة في كون الله تبارك وتعالى. وأيضا أن يلفت نظرهم إلى قدرة الله في الآفاق، أي في السماوات والأرض، ليقرر أمر البعث بعد الموت والجزاء. فالله تعالى هو الذي أنبتهم من الأرض، قادر على أن يخرجهم بعد الموت منها ليحاسبهم على ما عملوا في الدنيا من خير أو شر. نص الآيات يا شباب، استمعوا معي بارك الله فيكم إلى هذه الآيات الكريمة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نشاهد هذا العرض يا شباب ونستمع إلى هذه الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم
يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نتعرف سريعا يا شباب على بعض معاني الكلمات الواردة في هذا النص الكريم. الكلمة سماوات يعني مرتفع من الفضاء الذي تسبح فيه الكواكب في مدارتها، طباقا طبقات سماء فوق سماء مطابقة لها ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فيهن يعني في السماوات، الشمس سراجا أي مضيئة، والسراج إناء يوضع فيه الزيت فيصعد بفتيلة ويتحلل إلى مواد مشتعلة في طرفها عند مماسة النار لها. أنبتكم من الأرض نباتا يعني أنشأكم من تراب الأرض. ثم يعيدكم فيها أي تقبرون أو تقبرون فيها بعد الموت، تدفنون يعني. ويخرجكم إخراجا يعني يبعثكم يوم القيامة. ما ترشد إليه هذه الآيات الكريمة بارك الله فيكم؟ أولا الجهود المضنية التي بذلها نوح عليه السلام في سبيل الإسلام وإقرار الإيمان بالله تعالى في الأرض وإقامة قلوب تنطوي على الحق. عناد قوم نوح عليه السلام وإصرارهم على الكفر مع بسط الأدلة ووضوح الحجة على فساد ما يعملون وقبيح ما يعتقدون. في خلق الله تعالى ما يدل على قدرته ووحدانيته سبحانه. رابعا النظر في خلق الإنسان وأنه سيعاد من الأرض كما خلق منها. استعمال الحكمة في الدعوة يحقق نجاحا كبيرا في جهاد وصبر الأنبياء والرسل على أقوامهم، طريق واضح للدعاة إلى الله لكي يقتدوا بهم. جهاد الرسل تبليغ مهمة الرسل تبليغ ما كلفهم الله به إلى الناس أجمعين. أخيرا يا شباب نتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية، وإلى أن ألتقي بكم في درس قادم آخر لكم مني كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.